سلامة. أهلا وسهلا. لاباس؟ لا بخير والله لاباس. هيا باهي الحمد لله. اللهجة غريبة عليا شوية. منين؟ من سبا، من ليبيا، من جنوب ليبيا. نتشرفوا نتشرفوا بأهل ليبيا. قل لي، عايش لهنا في تونس ولا جيت سياحة؟ لا جيت سياحة. سياحة. وقت جي؟ جيت قبل شهرين. شهرين. احكي لي كيفاش لقيتها تونس؟ تونس لا متغيرة عن قبل. بالحق؟ لا متغيرة. كيفاش تغيرت؟ في الغلاء المعيشة. غليت معناها تونس؟ غلت ايه. كانت أرخص من هناك. قبل كانت أرخص. قبل أرخص. توا غليت. غلت ايه. ايه. والشعب تبدل ولا هكا هو؟ الشعب لا هو. ما تغيرش. هو. خبرني توا، احكي لي شوية على الأوضاع في ليبيا، كيفاش تشوف؟ تحسنت ولا؟ لا ليبيا تحسنت. تحسنت برشا. كانت فيها حروب وفيها مشاكل لكن توا تحسنت. والوضع الوبائي في ليبيا؟ لا أقل. أقل. قليل. من تونس؟ لا أقل. أقل من ليبيا. من تونس أقل. ما تونس مفتوحة، ليبيا مسكرة مازال. مازالت مسكرة. سياحة ما فيهاش سياحة. احكي لي شوية على الشعب الليبي والتونسي، العلاقة بين الشعب الليبي والتونسي كيفاش تشوف؟ قديمة. هذه علاقة قديمة متجذرة من الأصول الأولى. الخطوط الوهمية اللي فصلت بينهم بس. علاقة قوية بين تونس وليبيا. شعب واحد، يعتبر شعب واحد. علاقة قديمة. أما أقرب توا الشعب، أما أقرب معناه العلاقة وطيدة بين الشعب الليبي والجزائري ولا الشعب الليبي والتونسي؟ التونسي. الليبي والتونسي. واضح واضح. هذه الشعب الليبي والتونسي علاقة قوية قوية متينة. شنو سر نجاح هذه العلاقة؟ كل شعب واحد، هو نفس الشعب. خطوط وهمية فصلت بيننا بس. نفس الشعب، نفس العرب، كلهم عرب. اليوم شنو اللي تحبوا يتبدل فيه؟ اليوم شنو اللي تحبوا يتبدل في ليبيا؟ اليوم شو هي الحاجات اللي تحبها تتبدل في ليبيا؟ لا الوضع السياسي، ضروري انتخاب رئيس وبرلمان، ضروري شرط هذا تغير الوضع في ليبيا. انتخاب رئيس من الشعب وبرلمان جديد يكون. يعني الأوضاع السياسية لازمها تتبدل اليوم في ليبيا. ايوه ضروري اجباري تتبدل. بالنسبة للأوضاع، للوضع الاقتصادي في ليبيا كيفاش تقيمه؟ لا الوضع تعب خصوصا. تعب تعب. وضع اقتصادي لا تعب برشا. علاش تعب؟ الأوضاع السياسية هي اللي هي الأوضاع السياسية هي اللي أثرت على كل شيء. أثرت إيه. أثرت على جميع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الوضع المعيشي أثرت. شنو يا أخي؟ انت كمواطن ليبي شنو هي الرساله اللي تحب توجهها للتوانسه؟ نقول لهم ليبيا ان شاء الله تكون ليبيا جديده، كلهم يجوا يخدموا شركات غادي تعدل الوضع الاقتصادي في تونس. هذه رسالتي. يعني اذا كان يتحسن الوضع السياسي في ليبيا وتحل الحدود، يعني فما امكانيه ان الوضع الاقتصادي في تونس يتحسن. يتحسن يتحسن يتحسن. اعطيني علاش، كيفاش ينجم يتحسن؟ ما بيخدموا في ليبيا بشركات غد. شركات غد تحسن الوضع، تحسن في ليبيا وفي تونس. كيف كيف؟